الناس كلها قامت متفاجئة النهاردة على حادثة تبدو غريبة للغاية، حينما قامت طفلة تقريبا 15-16 سنة بتفجير قنبلة يدوية الصنع ضد جيرانها اللي كانوا في خناقة بينها وبين والدتها. الحقيقة ان قيام الطفلة بهذا السلوك يعني كان مفاجأة كبيرة. طفلة تمتلك قنبلة، من أين أتت بهذه القنبلة وإزاي قررت أن هي تستخدم هذه القنبلة في التفجير بشكل واضح لجيرانهم لمجرد مشادة؟ إحنا نزلنا كاميرا كلام تاني نزلت لي كرداسة وحاولنا أن إحنا نصور هناك، لكن كان هناك رفض من الأهالي على ما يبدو مصحوب بالخوف. لكن أنا أسأل زميلي عبدالله منتصر لأن هو نزل كرداسة وتابع الموقف. أهلا بك عبدالله. اهلا بحضرتك استاذه رشا. احنا طبعا نزلنا منطقه كرداسه او بالاخص منطقه المعتمديه اللي هي تبع كرداسه اللي حصل فيها المشكله. طبعا احنا قابلنا شهود العيان وعرفنا منهم ان تم القاء على حسب كلامهم شيء من الدور الثاني او الثالث اصدر بعض الدخان الكثيف، وبعد منه حصل اصابه بعض الافراد بعد اصدار صوت من الشيء اللي تم رميه من الدور الثاني او الثالث. وبناء عليها طبعا في ناس اصيبت وناس والمصابين دلوقتي في مستشفى القصر العيني. طبعا الاهالي كان عندهم تحفظ انهم يتكلموا معانا، الا اننا عرفنا منهم ان تم القبض على المتورطين في الموضوع. طبعا قام بالهروب البعض فيهم، الا ان رجال الشرطه ما زالوا متواجدين بالمنطقه لحين ظهور احد الهاربين والقبض عليه. الهاربين المفترض ان البنت هي اللي القت القنبله. البنت تم القاء القبض عليها. هي بالنسبه لي انا تعتبر طفله، ان 15 سنه تقوم بهذا الفعل. طبعا ما فيش اي معلومات يا عبد الله من اين اتت بهذه القنبله؟ هل في المنطقه يعني في صناعه للقنابل اليدويه في المنطقه؟ من اين اتت بهذه كل الحديث بيجري حول ان عنها اللي يعتبر اهداها هذه القنبله لوجود خلافات قائمه بين المنزلين. طبعا لما نزلنا هم يعني مش يعني هم جيران مقابلين لبعض، المنزل مقابل المنزل، فبالتالي ممكن يعني الخلاف والمشاجره منذ زمن بعيد، يعني ليس وليد اللحظه. طب عندنا رقم للمصابين من اجراء هذه القنبله يدويه الصنع؟ الرقم المتعرف عليه فقط هو 7 افراد، 3 اشخاص منهم كانوا متواجدين بالصدفه في الشارع، وحوالي 4 اشخاص من البيت اللي هو بيت المجنى عليه. انا بشكرك زميلي عبد الله منتصر مراسل كلام تاني من كرداسه، بيكشف لنا بشكل واضح التفاصيل اللي حصلت.